Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Salut à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. اليوم ان شاء الله غادي نديرو درس تطبيقي في القراءة، وهذه طريقة فعالة جدا لتسهيل القواعد بالنسبة لكم. يعني غادي نقرا معكم لافخاز وميم طو غادي ندرسو القواعد اللي فيها حتى انكم تمكنوا انكم تقراو جمل اخرى اللي فيهم نفس القواعد. الله نرجو انكم تتبعوا الدرس من الاول حتى الاخر حتى تعم الفائدة. الله بداية نبداو باول جملة. Alors, je هي انا، هذه كتقرا je انا je. S-U-I كونسون. دونك هذا مقطع صوتي، هذا مقطع صوتي. دونك U-I كتقرا وي U-I كتقرا وي. دونك سوي. هادو تقول يا استاذ علاش ما قريتيش هاد اس؟ اس سي تي لاتر مويت. دائما غير تلقاو اس اخر الكلمه راه ما كتقراش نهائيا، ما تقراوهاش بحال اللي ما كايناش. سي بون بحال اللي ما كايناش. الوغ جو لي سولمون لي لاتر كي سون طافون. الوغ جو سوي ايسي بي ا سي بان سيلاب مقطع صوتي، اخ كونسون مع تي كونسون دونك هذا سيلاب، تي كونسون اي فويل سيلاب. الوغ جولي بي ا با با ان حداها تي حداها كونسون دونك ندير لها السكون. باغ باغ تي اي كتقرا تي دونك باغ تي باغ تي. سي بون. سي اش هذا سي اش كتلقاو سي وراها اش كتقرا بحال حرف الشين ش ش. و اس زد في اخر الكلمه دائما تنطق اي، ما كنقراوش از. اس زد كتقرا اي، كلها كتقرا اي. دونك شي 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 سي بون. ال او سو برونونس لو. ناخذو الكلمه الاخرى دي كونسون او ان فوايل نازال، هذا او ان كتعتبر فوايل نازال لان وراها كونسون. دونك تي وراها اي فوايل دونك هذا مقطع صوتي. اس وراه كونسون دونك مقطع صوتي، كونسون وراه فوايل مقطع صوتي. انا قسمت الكلمه. هذه الطريقه جد مفيده بالنسبه للمبتدئين، حاولوا انكم تقسموا لي سيلاب، حاولوا انكم تقسموهم. دونك دي او ان، او ان كتقرا اون، ان ديفو لا دي كتقرا دون دون. تي اي كتقرا تي دون تي دون تي. هنا اس وراها كونسون نديرو لها السكون س دونتيس دونتيس. تي او في اخر الكلمه كتقرا تي، هادشي قلنا. الو دونتيست 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 هو صانع الاسنان ولا طبيب الاسنان. الو جو غالي جو سوي، حاولوا انكم تعاودوا ورايا. جو سوي بارتي شي لو دونتيست، انا ذهبت عند طبيب الاسنان. ندوزو على الكلمة الثانية ال او، هذه لو لو. دي اي سيلاب كونسون فوايل سيلاب كونسون فوايل سيلاب. سي كونسون وراها كونسون هذا سيلاب. تي او يو ار هذا سيلاب، علاش؟ لان او فوايل يو فوايل و ار في اخر الكلمة. دونك لو دي اي سو برونونس دي دي دي. ار او او خصني نتابع، قلنا او كتنطق بجوج طرق، يا اما او يا اما اي. هنا كنلاحظوا بان او متبوعه بكونسون سي و تي كونسون، يعني متبوعه بجوج لي كونسون، دونك نقراها اي. غي دي غي دي غي. هنا سي اتونسيون خصني نتابع لان سي كتنطق سوا سي سوا كي. هنايا متبوعه بكونسون، دونك متبوعه بكونسون راه كتقرا كي، هادشي راه شفناه في واحد الدرس كي. دونك ديريكت ك ك لان متبوعة بكونسون كتقرا ك بالضمة بالسكون ك. تي او يو ار، او يو ار في اخر الكلمة ولا في اي بلاصة كتقرا اوغ، هادي دائما يا اخوان هادي كتقرا اوغ. سي بون بحال دابا لوغ
لوغ ساعة. هاد اش ما كتقراش، قلنا سيتي لا تخميان. اوغ اوغ سي بون. الوغ هنايا اوغ تور جو غولي لو ديريكتور، لو ديريكتور. دي او سو برونس دو ام او ان او ان فوايا نازال كتقرا اون مع ام كتقرا مون مون. هنايا او اكسون ايغو كتقرا اي اي، هادي اي. سي او سيلاب سي مع او كتقرا كو ماشي تصو كو. بقيت تلقاو سي حدا او كتقرا كو، و ال او كتقرا ل. الوغ ايكول ايكول ايكول. غير هنا واحد الملاحظة، هنا كندير لا ليزون لا ليزون. دابا نوصلو لهم في الدور السابق ان شاء الله، حتى نوصلو لمرحلة معينة عاد ندير لكم لي ليزون. الوغ لي ليزون يعني بحال اللي كنشارك الكلمات بجوج. هنا كنقول مون ايكول، مكنقولش مون ايكول، ولكن مون ني بحال اللي بجوج بهم دمجتهم. مون ايكول. او اس تي كنا كتقرا اي، سي لو فيرب اتر. جي او ان هذا او ان فوي نازال، دونك هادي هذا مقطع صوتي. تي اي ال مقطع صوتي. الوغ جي او فاش كتكون جي حتى او كنقراو جي، دونك او ان كتقرا اون. جون جون جون. تي اي ان قلنا اي ال في اخر الكلمه كتقرا يه يه ماشي ايل، يه راه شفناها في واحد الدرس. الوغ جونتي جونتي جونتي. جو غولي لو ديريكتور دو مون ايكول اي جونتي. نعاود حاولوا انكم ديروا بوز الله يرضي عليكم، حاولوا انكم تعاودوا بوحدكم ومن بعد غتصحوا معايا باش تعرفوا الاخطاء اللي ارتكبتي. جو سوي بارتي شي لو دونتيست. Je suis parti chez le dentiste. ذهبت عند طبيب الأسنان. Le directeur de mon école est gentil. Le directeur de mon école est gentil. المدير مدرستي طيب ولا ظريف. C'est clair. J'espère que vous avez bien compris. Et qu'on a, خواتي, أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.